عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. ايه رأيكم حبايب قلبي في القرايش بتاعتنا دي؟ حاجة كده روعة روعة وتحفة تحفة بالأمانة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله أكبر. شايفين حبايب قلبي من نص كيلو دقيق عملنا ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. شايفين حبايب قلبي، بدل ما نروح نجيب نص كيلو من بره، لا احنا هنخش المطبخ ان شاء الله ونعملها زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله حبايب قلبي، تتعشي بيها بقى، تفطري بيها، ما شاء الله ما شاء الله. خارجه ومالكيش نفس لاي حاجه، ممكن تاخدي كام واحده معاكي. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. يا رب حبايب قلبي تجربوا الطريقه بتاعتي وتعجبكم، والفيديو ونول اعجابكم. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. يلا بينا على المطبخ حبايب قلبي، نشوف احنا هنعمل ايه. ما تنسيش تحطوا لي اللايك. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. حبايب قلبي النهارده ان شاء الله، قبل ما نبدا في الفيديو بتاعنا، يا ريت ما ننساش اخواتنا في غزه وفلسطين، ندعي لهم عن ظهر غيب، ربنا يفك كربهم وكربنا وكرب كل مكروب ان شاء الله، يشفي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، يرحم امواتهم وامواتنا واموات المسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. يصلح حالنا جميعا ان شاء الله باذن الله. الا ان نصر الله قريب، يا رب ان شاء الله يجعل النصر حليفهم باذن الله، ربنا يطعمهم من جوع وامنهم من خوف باذن الله ان شاء الله. ندعي لهم حبايب قلبي لعل وعسى يكون واحد مننا صالح، تطلع الدعوه ان شاء الله باذن الله، يكون ربنا يجعلها مستجابه ان شاء الله باذن الله. حبايب قلبي ان شاء الله النهارده جايين بقى نعمل ايه؟ هنعمل نص كيلو حبايب قلبي دقيق قراقيش حبايب قلبي. عشان تروحي تجيبي نص كيلو قراقيش حبايب قلبي من بره، بقت غاليه جدا الحاجات دي بره. طب على ايه؟ هنجيب النص كيلو ب40 جنيه. طب احنا على ايه؟ احنا هنجيب نص كيلو دقيق ب10 جنيه حبايب قلبي، ب11 جنيه نص كيلو دقيق. وهنجيب حته خميره ب2 جنيه ولا ب3 جنيه، وحبه ميه وكوبايه سمنه، يعني حاجه مش مكلفه قوي حبايب قلبي، وحبه سمسم. كل المكونات ان شاء الله موجوده في البيت. جبت هنا حبايب قلبي بالكوب المعيار اللي احنا متعودين بيه حبايب قلبي، بيبقى النص كيلو معروف ان هو 3 كوبايات ونص، تمام كده. حطيت عليهم ايه حبايب قلبي؟ حطيت عليهم بتاع ربع كوبايه سمسم زي ما انتم شايفين كده، واربع معالق سكر وذره ملح. طبعا انا نخلة دقيق يا حبايب قلبي، وحطيت حبه معلقه صغيره بيكنج باودر، تمام كده. هنقلب كل المكونات الجافه مع بعض كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا حبايب قلبي انا عشان الخميره نختبرها ونشوف هل يا ترى هي كويسه وانها هتنجح معانا ولا ايه. حطيتها حبايب قلبي، حطيت عليها معلقه سكر بالمعلقه الصغيره دي، وحطيت عليها شويه ميه دافيه. انتوا شايفين ان هي بدات ايه تختمر معانا. طبعا مش هنحط دلوقتي، وطبعا مدفيه ميه ومسيحه السمنه. هنحط دلوقتي حبايب قلبي ايه، هنفضي السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم كده زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله. ايه زبده بقى، انا حاطه زبده حبايب قلبي. انت عايزه تحطي سمنه حطي، عايزه تحطي حبه زيت حبه سمنه حطي، اللي موجود في البيت حبايب قلبي نعمل بيه، تمام كده. ما نقفش يعني على حاجه، وفي نفس الوقت كمان انت عامله قيمه غذائيه حبايب قلبي، عمر الراجل ما يعملها لك بالزبده زي ما احنا هنعمل، او بالسمنه الكويسه زي ما احنا هنعمل، تمام كده. هنشرب بقى حبايب قلبي كده السمنه للدقيق بتاعنا لحد ما يتشرب كله بالسمنه او الزبده، او زي ما قلت لك اللي موجوده عندك هتعملي بيه اعملي بيه. طبعا حبايب قلبي في الفرن ما بيبقاش حاطط زبده، بيبقوا مخلطينها بسمنه عاديه وزيت، تمام كده. بص حبايب قلبي كده، تحطي بقى تخلطي كل الدقيق مع الزبده بتاعتنا كده، ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم حبايبي، ان شاء الله ربنا يحسن ختمتها باذن الله ويصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين اجمعين. كده حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين، شربت كل الايدام للدقيق بتاعنا. هننزل بقى بالخميره حبايب قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضي كمان حبه ميه دافيين عشان ناخد كل المقدار بتاع الخميره معانا حبايب قلبي كده، بسم الله.
هنحط برضو حبة مية دافيين في مكان السمنة عشان برضو يبقى نزلنا كل اي اقدام في قلب ال زي ما احنا متعودين يا حبايب قلبي مش بنحط المية كلها مرة واحدة تمام كده. هفضل معاها بقى لحد ما تتعجن معايا كويس وارجع معاكم تاني حبايبي خليكم معايا. بص حبايب قلبي العجينة بقى بسم الله ما شاء الله. بص حبايب قلبي العجينة عاملة ازاي ما شاء الله ما شاء الله شايفين بسم الله ما شاء الله شايفين يا حبايب قلبي عاملة ازاي كده بقى باذن الله حبايب قلبي هحطها بس في وزي ما شايفين سابت ايدي تمام كده كل ما قدرنا مظبوطة والدنيا تمام معانا ان شاء الله باذن الله ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. هخليها بقى في حته حبايب قلبي تختمر واول ما تختمر ان شاء الله باذن الله وابدا اشتغل فيها هتكونوا معايا. ربنا يحسن ما بين ايدينا حبايب قلبي ورب فعلا اكون قادره اوصل معلومه وتكونوا بتستفادوا مني. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. خليكم معايا حبايب قلبي لما تختمر هنرجع معاكم تاني. السلام عليكم ورحمه الله. بص حبايب قلبي رجعت معاكم بعد العجين ما اختمر زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم حبايب قلبي ويصلح حالي وحالكم. هنسمي الله بقى حبايب قلبي كده بسم الله الرحمن الرحيم وناخد بالقطعه كده حبايب قلبي ونكور هنكورهم ان شاء الله ونخليهم على جنب كده معانا باذن الله على اساس ان احنا ايه حبايبي ان هناخد القطعه وان احنا وهنعمله مراقيش تمام كده زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين اللهم امين. يا رب حبايب قلبي الطريقه بتاعتي تعجبكم والفيديو نقول اعجبكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا شير يا حبايب قلبي عشان القناه تكبر بيا وبيكم. حطوا اللايك يا حبايبي حطوا اللايك مقصرين معايا في اللايكات. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين اللهم امين يا رب العالمين. هقطعهم يا حبايب قلبي بس عشان الفيديو ما يطولش معاكم ما يطولش عليكم وارجع معاكم تاني. بص يا حبايب قلبي تمسكي الحته بقى زي ما انتم شايفين كده تاخديها ايه على شكل اسطوانه وبعد كده تاخديها على شكل طولي كده زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديك. عندك بقى قطعه زي كده حبايب قلبي ماشي ما عندكيش قطعه بالسكينه تمام كده تقطعي بقى السمك اللي انت عايزاه دي حريه شخصيه بقى ليكي انا مش هديكي ايه تقطيعه معينه انت تقطعيها كده حبايب قلبي عشان تطلع معانا القرقوشه حلوه وجميله وان شاء الله باذن الله ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين اللهم امين يا رب العالمين. كده حبايب قلبي هناخد بقى كده ان شاء الله زي ما انتم شايفين القطعه كده وهنحط حبايب قلبي في السوق تمام كده. الحته الاولانيه لو مش عجبانا هنلمها تاني لان لسه في معانا بقيه العجين ان شاء الله باذن الله. حبايب قلبي اخلص بس الكميه واوريكم الصاج على بعض وخليكم معايا. حبايب قلبي ايه رايكم بعد ما رجعت معاكم بالقرايش بتاعتنا حبايبي شايفين اختمرت وبقت جميله ازاي عبال ما خلصت الكميه كلها كانت بسم الله ما شاء الله. ده اول ساب طبعا معانا ما شاء الله حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله. حبايب قلبي هدخلها الفرن ولما تطلع باذن الله هوريها لكم. ما تنسونيش حبايب قلبي الدعوه حلوه ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتفعلوا زر الجرس واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. حطوا اللايك حبايبي حطوا اللايك ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. خليكم معايا حبايب قلبي اطلعهم من الفرن واوريه لكم خليكم معايا. حبايبي ايه رايكم ايه رايكم في القرايش بتاعتنا بقى شايفين يا حبايب قلبي طبعا ده لسه سخن لسه طالع من النار ده اللي برد شويه شايفين السوى حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر. من نص كيلو دقيقه حبايب قلبي عملنا كل الكميه دي ولسه في صاج كمان صغير عشان اروح اجيب نص كيلو حبايب قلبي زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو النص كيلو ب 40 جنيه. طب وعلى ايه يا حبايب قلبي احنا من نص كيلو دي من اقل من 40 جنيه عملنا حبايب قلبي حتى لو اتكلف 50 جنيه بس بيبقى عندك كتير مش بتجيبي نص كيلو وفي ساعتها الاولاد تاكلوا خلاص على كده بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر. نعمل كل حاجه في البيت وانضف حبايب قلبي وانت عامله الحاجه بنظافه ونخله دقيق وحتى سمنه نظيفه حاجه حبايب قلبي كده فاخر من الاخر بجد زي ما بيقولوا. ان شاء الله باذن الله تجربوا الطريقه بتاعتي وتعجبكم والفيديو نقول اعجابكم. لو الفيديو عجبكم حطوا اللايك اعملوا شير يا حبايب قلبي وعشان القناه تكبر بيا وبيكم. حطوا اللايك حبايبي حطوا اللايك واللي ما اشتركش في القناه يشترك واللي ما فعلش زر الجرس يفعل عشان يوصله مني كل جديد. صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.